السلام عليكم. تبيع لنا واحدة؟ لا لا. ليش؟ حقاتي. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. أعطي حاجة أنا حقتها يا شيخ. ما في شيء. قول له ضاعت. أقول له ضاعت؟ ما حرام. لبعدين في ضاع هذا الشبر في ضاع. لبعدين لما نخطوه في الشبر ده كذي. إيش هو الشبر؟ الغبر. لبعدين في واحد زي ما ضاعت. ما في واحد زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حسابه سير. طيب إيش رأيك بالله فقرة من ترى سالح ذا؟ تحس بتاعها سير؟ أيوة أنت مشبيه يعني. مرتاح نفسيا الحمد لله. صحة الله. وياكل من حلال محلال مرتاح نفسيا. لا إله. طيب بس عطنا واحدة بس يا شيخ. يا شيخنا والله. الله يرحمه. زي السما للوطة. حطها في صندوق. زي السما للوطة. كيف زي السما للوطة؟ السما والوطة قرية قراب بعض. لا. بس أنا كان بديك نعجة. يا شيخ. والله. ليش؟ لو أنا اديتك نعجة السما والوطة تنطبق سوا تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني مستحيلة من السما والوطة تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كان تعطيني 200,000 يا شيخ. والله رب الكعبة. 200,000 ما أعطيك ليه؟ ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ أقول ما حد شايفك ما راح نعلم إحنا. ها؟ الله بقى تشوفني؟ أنا أشوفك سبحان الله. خلاص. بعدين بتحاسبني أنت ولا حاسبني ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشيا فقال أنا مملوك ومؤتمن أنا مملوك ومؤتمن فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه قل للمالك أكلها الذئب فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا أقول لله ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب فماذا أقول لله ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة أعتقتك في الدنيا كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.